طيب دلوقتي احنا هنروح لسويسرا، وتحديدا هيكون لنا لقاء مع فريدي بيكل، وهو الرئيس التنفيذي السابق لنادي جراس هوبرز السويسري، واحد من المحطات اللي كان لمارسيل كولر المدير الفني الجديد للنادي الاهلي. طبعا مشوار فيها، راجل حقيقه ليه مسيره تدريبيه ناجحه جدا في سويسرا وخارج سويسرا، يعني مع انديه سيون، مع انديه يانج بويز، مع انديه زي بخوم وزي كولن في المانيا، وطبعا التجربه اللي كانت مهمه جدا تجربته مع منتخب النمسا. واعتقد كمان انه فريدي بيكل بما انه كان مانجنج دايركتور في فريق رابيد فيينا، ممكن كمان يبقى عنده خلفيه عن تجربه مارسيل كولر مع المنتخب النمساوي. خلينا نرحب بفريدي بيكل، الرئيس التنفيذي السابق لنادي جراس هوبرز السويسري، معانا في السادسه. اهلا وسهلا بيك على شاشه الاهلي. بكل سرور، شكرا جزيلا، سعيد جدا بوجودي معكم. يعني بداية خليني أعرف رأيك، يعني المدرسة السويسرية يمكن ما كانش ليها نصيب كبير جدا من التجارب مع الكرة في أفريقيا على مستوى المنتخبات أو على مستوى الأندية، لكن الأهلي كان ليه سبق قبل كده مع مدير فني سويسري، وكانت تجربة الحقيقة ناجحة وكانت لاقت استحسان كبير جدا سواء على مستوى الإدارة أو على مستوى الفني للفريق أو حتى مع الجمهور. الأهلي بيرجع مرة تانية بيكرر التجربة في التعاقد مع مارسيل كولر المدير الفني الجديد، رأيك وردود الأفعال كمان في سويسرا على فكرة تواجد كولر في مصر وتحديدا مع الأهلي؟ أنا في بداية الأمر أود أن أهنئ النادي الأهلي على التعاقد مع مارسيل كولر، هذا إنجاز عظيم من وجهة نظري، وهذا ما أعنيه أيضا في سويسرا أن معظم الناس هنا في سويسرا سعداء، وأنا أيضا سعيد جدا بهذه التجربة، وأهنئ مارسيل كولر أيضا بوجودي في مصر وبتدريب فريق مثل فريق النادي الأهلي كفريق كبير عظيم في أفريقيا. أنا أعتقد أنه في فترة من فتراتك يمكن كنت يعني بتعمل فيها في نادي جراس هوبرز، كان مارسيل كولر أعتقد كان لاعب في الفترة دي، فأنت يعني في تواصل أو في معرفة شخصية بتجمع بينك وبين مارسيل كولر، مظبوطة المعلومة؟ نعم هذا صحيح، مارسيل كولر كان لاعب رائع جدا ولعب لوقت طويل ككابتن للفريق لجراس هوبر في سويسرا في هذا الوقت، وشارك في تشامبيونز ليج أوروبا، كان يلعب كلاعب وسط ملعب رقم 6، وساعد أيضا المنتخب السويسري في هذا الوقت لتحقيق إنجازات وتقديم نتائج رائعة، وساعد أيضا زملائه في هذا الوقت، أعرفه معرفة جيدة وهو لاعب رائع جدا. يمكن يعني واحدة من الحاجات اللي بتميز مارسيل كولر هي أنه ما نجحش بس جوه سويسرا، أنا عارف أنه حقق ألقاب مع أندية سويسرية، لكن كمان تجربته تخطت الحدود السويسرية. أنت أعتقد في فترة من الفترات كنت مانجينج دايركتور لفريق رابيد فيينا، وهنا لازم أتكلم على تجربة مارسيل كولر، بشوفها واحدة من أهم محطاته الحقيقة، واحدة من أهم التجارب اللي لامع فيها اسمه كمدير فني، هي مرحلة تدريبه لمنتخب النمسا. إزاي شفت الفترة دي وإزاي شفت نجاحه مع منتخب النمسا، وكانت إيه هي من وجهة نظرك برضو أهم العوامل اللي أدت لنجاح تجربة كولر مع المنتخب النمساوي؟ أنا أعتقد أن مارسيل كولر في هذا الوقت كان وقت تحدي كبير له عندما أتى إلى النمسا. كانت المنتخب النمساوي ومنتخب النمسا ليس على المستوى العالي في كرة القدم، ولم يصنف بين الأندية أو المنتخبات الكبيرة كمنتخب كبير، كان يعاني بعض الشيء. أعتقد أن قدوم مارسيل كولر إلى المنتخب النمسا في هذا الوقت كان بداية قوية للفريقين، للمنتخب النمساوي أو منتخب النمسا ومارسيل كولر أيضا في تحقيق مثل هذا الإنجاز العظيم. يمكن لما بنتكلم على فكرة تجربة والأهلي، يعني خليني أضيف لمعلوماتك لو يمكن ما عندكش معلومات كافية عن النادي الأهلي، يمكن في مشواره الطويل وتاريخه الطويل اعتمد على أسماء كبيرة جدا وأسماء من مدارس كروية مختلفة،
إنجليزية في بعض الفترات، مجارية في بعض الفترات، برتغالية في فترات أخرى. يمكن الحقيقة لما تم الإعلان عن التعاقد مع مارسيل كولر كانت كان الاسم الأبرز هو ريني فايلر. هل بتشوف انه الاثنين بينتموا لنفس المدرسه؟ ريني فايلر بالمناسبه هنا في مصر بنقيم تجربته مع الاهلي انها كانت تجربه ناجحه جدا، ويمكن كان من الاسماء اللي مطروحه او من الاسماء اللي كانت بتتمنى جماهير النادي الاهلي انه تسمع عن عودته مره ثانيه. فهل بتشوف في اختلاف او اوجه التشابه بين مدرسه مارسيل كولر وريني فايلر، ولا شايف اكتر انه مدرستين ممكن يكونوا يعني بعاد عن بعض او مختلفتين الى حد كبير؟ في البداية أود أن أقول أن المدربين الاثنين على مستوى عالي، مدربين رائعين. نعم، فايلر هو شخص يود تحقيق ما يراه من وجهة نظره، أراه عنيدا بعض الأمر في بلغة الكرة، ولكن كولر هو إنسان صريح واضح، يعرف تماما ما يريده، يتحدث كثير، يسمع كثيرا للاعبين، يحكي ويشارك أفكاره مع اللاعبين ومع فريقه المساعدين، على العكس من فايلر. فايلر قد يبدو عنيدا بعض الوقت بأفكاره، لديه فكرة، لديه خطة يود أن يحققها، على العكس من كولر فهو مرن كثيرا عن فايلر. بداية كولر الرسمية، يعني هو يمكن خاض مع الأهلي فترة إعداد، لكن بدايته هتكون على مستوى المنافسات الأفريقية، بداية المباريات الرسمية، المنافسة في بطولة دوري الأبطال، والمباراة هتكون خارج الملعب ومع خصم يمكن تونس واحده من الدول اللي دايما بتقدم فرق بتنافس على الالقاب، ما هواش خصم سهل يعني. ازاي بتشوف صعوبه المواجهه، وايه هي من وجهه نظرك برضو اهم عوامل النجاح في انطلاقه مشوار مارسيل كولر مع الاهلي في بطوله افريقيا؟ أنا متأكد تماما أن مارسيل كولر سيساعده كثيرا هذه المواجهة الأولى المرتقبة، لأني واثق جدا أن كولر يستعد بشكل مختلف وبشكل قوي لهذه البداية القوية، لأنها سوف تكون بداية نجاحه مع الأهلي في تشامبيونز ليج الأفريقية، بطولة أبطال أفريقيا، دوري أبطال أفريقيا. أنا أعتقد هي بداية قوية، وأنا متأكد تماما وعلى يقين أن كولر سيتخطاها بنجاح ويحقق نجاح كبير في تونس. يهمني كمان وأنت معايا، يعني بما أنك أنت توليت، أنت أعتقد مشوارك طبعا المهني مر على عدد كبير من الأندية السويسرية، جراس هوبرز، يانج بويز، رابيد فيينا، يمكن كان في النمسا. لكن خليني أسألك، لأنه الدوري السويسري في فترة من الفترات، بعيدا عن كولر طبعا، في فترة من الفترات كان يعني وجهة لعدد كبير من اللاعبين، ويمكن آخرهم كانت تجربة بازل مع محمد النني ومحمد صلاح، ومنهم انتقلوا لدوريات تانية وتألقوا حاليا في الدوري الإنجليزي. ليه الأندية السويسرية ما، وكان في قبل كده طبعا، يعني فاكر طبعا بدايات كابتن هاني رمزي في نيو شاتل، كان في اعتقد تجارب تانية لحسام وابراهيم اعتقد برضو لعبوا في سويسرا وغيرهم من الاسماء. ليه الانديه السويسريه ما فكرتش انها تكرر التجربه مع اسماء مصريه تانية؟ لا 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 اعتقد ذلك، ان الفرق او الانديه السويسريه لا يهتمون بتعاقد مع محترفين مصريين. كما ذكرت، نعم اتفق معك ان في الوقت الماضي كان هناك لاعبين مصريين كثيرين، كما ذكرت فعلا كانوا ناجحين جدا في سويسرا، ولكن المشكلة الكبرى نحن بلد غنية، ولكن فيما يتعلق بكرة القدم ليس لدينا أموال كثيرة لتعاقد مع محترفين حتى ولو كانوا مصريين، وهذه هي المشكلة التي نواجهها نحن هنا في سويسرا. على الرغم من أنها بلد ناجحة وبلد غنية جدا، على سبيل المثال في يناير في
في وقت من الأوقات كنت أنا مدير تنفيذي أيضا في أحد الفرق السويسرية، وكما ذكرت أيضا في جراس هوبر، وعندما كنت أعمل مع الإدارة نفسها فكنا نواجه هذه المشاكل من ناحية المالية ومن ناحية المادية، نريد أن نستقطب لاعبين محترفين ونحضرهم، ولكن للأسف الأموال على عكس من إسبانيا وإيطاليا وألمانيا، هناك سيولة وأيضا فرنسا يركزون دائما على استقطاب لاعبين مواهب كبيرة من الخارج. لكن يعني إذا سمحت لي هختلف معك، لأنه يعني مش بالضرورة يعني في دول مش كبيرة على مستوى الإمكانيات المادية زي الدول اللي حضرتك ذكرتها دلوقتي زي فرنسا أو أسبانيا أو ألمانيا أو إيطاليا، ما عندهاش الإمكانيات المالية الكبيرة في كرة القدم، ممكن يبقى اقتصادها كويس جدا لكن بتكلم على رياضة كرة القدم تحديدا. وشفنا مثلا مثالا على ده أندية في هولندا وأندية في البرتغال بتوصل وتحقق ألقاب على مستوى أوروبا، أو حتى لو اتكلمنا على مستوى المنتخبات محدش يقدر يتكلم إنه أندية بلجيكا ما هياش من الأندية المصنفة على إنها كلاس إيه مثلا، لكن المنتخب البلجيكي النهاردة بقى عنده منتخب قوي جدا ويقدر ينافس على بطولة حتى وإن كانت بحجم بطولة كأس العالم. أنا أشكرك جزيلا على هذا التعارض أو النقد، ولكن دعني أوضح لك الأمر في سويسرا فعلا مختلف. الموضوع في سويسرا صعب فيما يتعلق بالترانسفير. عندما نصرف مليون أو 2 مليون بالنسبة لنا هذا مبلغ كبير نعتبره ذلك، وهذا ما للأسف هذا ما يعارضنا. طيب خليني أسألك، أنتوا أعتقد النهاردة هتلعبوا في دوري أمم أوروبا، عندكم ماتش النهاردة مع التشيك أعتقد، إزاي بتشوف طبعا فرص المنتخب السويسري في دوري الأمم الأوروبية، وإزاي بتشوف كمان بطولة فرصه في بطولة كأس العالم المقبل؟ أعتقد أن المنتخب السويسري فريق كبير أيضا، ونعم يلعب أمام فرق كبيرة وعندهم مباريات ودية كثيرة في فرنسا في ألمانيا، لدينا لاعبين رائعين لاعبين جيدين. أنا أعتقد أن هذه هي لما عندما نتحدث عن المجموعة، نحن نلعب في مجموعة مهمة مجموعة صعبة. أعتقد من وجهة نظري في السنوات القادمة سوف ترى المنتخب السويسري سوف يحتل مرتبة أعلى من هذه المرتبة، وأعتقد أننا سننافس فرق كبيرة ومنتخبات كبيرة. أنا أعتقد عندما نتحدث عن كأس العالم القادم أو حتى بطولة أمم الأوروبية الحالية، أعتقد أن المجموعة التي نتواجد فيها مجموعة صعبة. عندما نتكلم عن مجموعة كأس العالم كولومبيا وصربيا والبرازيل، فهذه مجموعة صعبة جدا أعتقد ذلك، وأعتقد أن المنتخب السويسري سوف ينافس، سوف يجتهد أن يواصل للمراحل المتقدمة. الحقيقة يعني يحسب للكرة السويسرية مشاركتها في بطولة كأس العالم في وقت بتغيب فيه فرق ومنتخبات كبيرة جدا، يمكن كانت أبرزها طبعا الصدمة إيطاليا، ونتمنى ليكم مشوار موفق في بطولة كأس العالم قطر 2022. فريدي بيكل الرئيس التنفيذي السابق لنادي جراس هوبرز السويسري، بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في السادسة. نفتح هنلم ورقنا بس مؤقتا كده عشان نرجع نفتح ملفات الاهلي ومباراه بكره، طلائع الجيش، عوده الدوليين، الاستعداد الجدي والاخير قبل مواجهه الاتحاد المنستيري التونسي في انطلاقه مشوار الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا مع واحد من نجوم النادي الاهلي الكبار كابتن ماهر همام، هيشرفنا في السادسه بعد الفاصل، تابعونا.